أنا للا البيع، أنا ذهب بالرملة وخضار الأرض ودقة القلب، وأنا غدوة الزاهي والمستقبل الباهي، وفي حياتي صحتي خير من مالي وخير من خرسي وخل خالي. مع حياة البيع برنامج يجيكم من الاثنين للخميس من التسعة حتى للعشرة متاع الليل مع سونيا جبالي. رمضانكم أحلى على الحياة فين. صحة شريبتكم، إن شاء الله صيامكم مقبول وذنبكم مغفور وربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول. مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا على 93 على إذاعتكم الحياة فام. نتصور استنستوا برنامجكم من يجيكم من 9 ل 10 متاع الليل حياة البيع من الاثنين حتى للخميس. تبعوا فينا كسوا على موجاتنا 90.3 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا اللي مكتوبة باللغة العربية وباللغة الفرنسية الحياة فام، وتنجموا تشاهدوا فيها بقية البرامج الكل، البرامج الرمضانية الكل اللي فاتكم واللي تحاولوا ترجوا فيه. وبيان سور اليوم كالعادة يكون معايا سهيل الثاني كوتي ديجيتال، سيد أحمد كالعادة معايا كوتي تكنيك. دونك صحة شربتكم الأولاد، وإن شاء الله مرافقة طيبة معايا في برنامجكم. دونك كوتي ميكرو سونيا جبالي، مع بعضنا باش نقعدوا من توا حتى للعشرة متاع الليل. نتصور الكونسيبت متاع البرنامج متاعنا زادة سنستو بيه اللي هو يرتكز على أمثالنا وكلامنا الزمني اللي صالح في كل مكان وفي كل زمان، واللي كل عادة ناخذوا منه العبر ونخرجوا الحكم اللي تتماشى حتى مع زماننا هذايا. شقالكم لو كان نبداو كالعادة ونحكيو اليوم على مثل جديد، أما قبلها نبداو ونفسروه ونبداو نعملو المقدمة متاعه كيف ما يلزم. يقول لك عديت العمر فلاح نكيل في القمح الوافي، عايش وخاطر المفتاح وخاطر لي مرتاح، والقلب حليب صافي، لن تبع ريح إذا ماح، لا نغدر وما نخون ونجافي، من خالط كل ملاح معروف باين أو صافي، اللي طاح من العين طاح نحسبه كج مرة طافي، واللي يتبدل مع الرياح نقوله شوف حد إخلافي، وإذا صبري طال راهو وسع بالي وافي، كي ذيق بي الحال ندعي كل المولى العالي. أي نبداو سيد أحمد. مثل متاعنا اليوم ما يقول صبري على روحي ولا صبر الناس عليا، نداوي جروحي بروحي ولا من يعلم بيا. ايه سيدي، المثل متاعنا اليوم هذا هو اش يقول اللي يحكي على الصبر وعلى الواحد كيفاش يصبر من الزمان ومن الدمار ومن التجارب ومن العباد ومن الدنيا. ساعات كيقول لك الدنيا ظلمتني، لكن كيف ما حكينا قبل وفسرنا قبل، الدنيا هي بيدها، الأربع وعشرين ساعة مش بشي تبدلو، النهار مش بشي تبدل، شمسنا وقمرتنا وليلنا ونهارا هما بيدهم، لكن العباد هما اللي تبدلو وتغيروا ولاو أشكال وألوان، وكل واحد وطبعه وكل واحد ونيته وكل واحد وتربيته وكل واحد وأصله وكل واحد وكيفاش يتبدل. فما اللي شد صحيح في أصله، وفما اللي في ساعة يبدل قشرته ويميل مع الريح، وين يميل وين هو يميل معاه، ويتبدل ألوان وأشكال، وفي النهار ساعات تلقاه بو سبع رواح، يكون لك في شكل الصباح بعد يبدل لك ويغير لك شكله في الليل، وهكذا دواليك، وكل نهار ونهاره وكل نهار وقسمه. أما يا سعد اللي يشد في أصله على خاطر لا يتغيروا لا ريح ولا تغيروا موجة، ولا يتيح على رملة ولا يتمرمد في الغبرة، يقعد هو بيدو يتيح ويقوم وينفذ عليه ويقدم القدام، أما كي عاود يقوم متيحة راهو أكيد بش يكون أقوى، ومتيحة خذ برشا عبرة وتعلم الدرس، وما عادش يلدغ الحل المؤمن من الجحر مرتين. إيه يا سيدي، ما عادش يدخل ديه للتغاغر ويخاف ويولي يحتاط ويولي يخمم قبل ما يمدي ديه، يقول لك أخطاني كالمرة اللي فاتت ما خذيتش درس، ما لوقتش باش ناخذ الدرس ووقتش باش نفهم روحي ونسونها ونحافظ عليها ونخاف عليها. فما اللي طول عمره هو يبدأ يتشكى ويتبكى، في الصباح يجي تشكيله تلقاه يشكيلك، في العشية يجي تبكيله تلقاه يبكيلك، ونهار طوله هو مش عاجبه الحال،
في أنا شبيني، في أنا بيا، في أنا عليا، في كان أنا، ويبدأ عاد بك الموجات السلبية حتى يأثر علينا ويخلينا ما عادش بك النية الصافية، نولي ونحن بيدنا ندخل شوية بعضنا ونقول زعما اللي صار عليه يصير علينا، وش بيه هو المسكين كل شيء داير بيه، وخش عليه العكس مولود معاه ولا فاطمينه عليه. يقول لك القايل تيمو هو يلز روحه للعكس، تيمو سهلها تسهيل وصعبها تصعب، وحتى كانت سهلها ومهما ذاقت عليك الدنيا راكي تسهلها تحل بيبان في وجهك، وحتى صعيب يولي سهل، ولكن طوكو هي صعيبة وتزيد صعب فيها أكيد مش تلقى البيبان تتحل، مش تجد تكوس حالك، ولا القدر الله أعلم شنو اللي مخبيك. ديما نأمنوا بالخير، اي نعم ديما نأمنوا بالخير، لعل اللي انت فيه في حكمة، أما انت وقتها ما تنجمش تعرفها، ما تنجمش تشوفها، ما تنجمش تفهمها، خاطر انت وقتها مسكر على روحك وما تحبش تخزر بعينيك، قاعد تحس كان بقلبك، ويعبط عليك الدمار ونولي وعادة في بكي ونواح وانا بيا وانا عليا. أما لي إيمانه بربي كبير وقلبه كبير وحنين، يقول لك مش مشكلة نتيح ونمسح دموعي على خدية ونعاود نقف على ساقية، ولعل فيها خيرة بكشي اللي نشد فيه صحيح هو اللي بش يكون لي فيه شر، تي برا بعدو عليا وخلنا نتفائل خير. أكيد اللي قاعد صاير لي مهوش بالكيف لكن بالسيف، أما ساعات بالسيف على خاطرك بش تسير ومن بعد تولي تخير. هي يا سيدي نحنا ساعات نكونوا مسيرين باش نوليو مخيرين، خير من اللي نكونوا مخيرين ومن بعد نوليو مسيرين. هيا برا عادة طول تقول شي تفلسف علينا هذية، وفاش تحكينا وفاش تفسرنا، تي هاي زت عقدتها. لا يا سيدي ما عقدت حتى شي، على خاطر كل شيء واضح وكل شيء باين، أما كالعادة نحن نحب نغمض عينينا على خاطر نحب نسمع اللي ضحكنا، وما نحبوش ناخذ الكلام اللي بكينا، ولو إنه اللي بكينا هو اللي ينصح فينا، على خاطر حنين علينا وخايف علينا ويحب ينقذنا من اللي نحن فيه اللي منجموش نشوفوه منجموش حتى نستوعبوه. إيه يا سيدي محليها الحكاية كي تكون واضحة، ومحليها ومبهاها الدنيا كي تكون مزيانة، أما كان دار بينا زمان وصارت لنا أي مشكلة وقتها عاد نقولوا وفيت علينا الدنيا، ويا سعدي ويا هنية الله غالب، حبيت نضحك ضحكة ياخي تحسدت عليها، ولا تلقاني نبدأ نضحك ونحسب فيها على خاطر حتى من ضحكتي حسديني فيها. القلب الصافي مش ديما باهي، وكيف ما يقول نفس بكري راهو الحنين يعيش تعب. ايه يا سيدي خاطر يسخف على عباد وما يشدش في قلبه وما عندوش البغض وقلبه ابيض كالحليب، وما يهموش في هات اليوم وخلي الغدوة، يقول لك نعيش اللحظة كيف ما هي والله اعلم مش كتب لي الغدوة، ان شاء الله مكتب لنا كان الخير ونقعد وما نتفايلوا كان بالباهي، خاطر الفعايل هي اللي تخليك تتفائل بالباهي، اما لنهار كله هو مشكيك ويغش ومتقلب وما عينوش وما ما يحب حتى شيء ومتقلق ويزيد يقلق في الأقرب الناس لي، هو بسم الله كل شيء ما يتبلوش بالسهل في الخير، تلقاها الدنيا تزيد تصعب علي فماشي ما يفيق، لكن هو ديما ما هوش حامد ربي حتى عن النعمة اللي هو فيها، تلقاها بسم الله علي تتنحى النعمة ما بين يدي وبعد يتندم ويقول يا ريت لكن ولا جرى، أما زعما وقتها ينفع عن دم ما نتصورش، أما حتى كان نفع عن دم يلزمنا نصلحه من رواحنا ونحمي رواحنا من أخطائنا ونحاولوا ما نعاودوهاش ونتغلبوا حتى على الطبيع اللي استانسوا بهك الحال ونبدلوا الحال آخر، ويقول لك تبديل السروج فيه راحة يبدل من روحك تطلق الراحة. الراحة سهلة إذا أنت تلوج عليها راك تلقاها، أما كي تبدأ حاسد فيها روحك إيه يا سيدي البنادم أول واحد هو يحسد فيها روحه وبعد نقول الحسد من العباد. إيه يا سيدي خاطر فقدنا في كلامنا ما عادش كي نخزر وإحنا نقوله تبارك الله، وما عادش نقوله صحة
ما عادش نقولوا بسم الله، نسينا هاك الكلام الطيب وربي بارك لك ويرحم فلان ويرحم فلانة. توا بسم الله علينا الكلمة الخايبة هي اللي تخرج لولا، تقول لاصقة بين سنينا وتبدأ تستنى فينا هيت شكون باش تلسع فينا. بسم الله علينا. ايه يا سيدي، راهو الكلام الخايب في ساعة ما يجي وما سهلو، على خاطر هو أول واحد يتحط في كل سين. أما باش نجم تخمم فيها الحكاية وتبدل الغنية وتقول يلا اختانا من شره، هات نحكيه على خيره وعلى أصله، هذاك اللي يلزمه تخمام وراهو مش بالساهل باش تقعد مزيان. ايه يا سيدي، ما يقول لك الزين يزمك تصرف عليه، يزمك تهون عليه باش تقعد ديما مزيان. وتصرف عليه وتهون عليه راهو مش كان بالماء، لا راهو حتى بصحة الأبدان. كي تبدأ ليه بروحك وكلمتك مزيانة وكل واحد وقلبه وكل واحد تكون كريمة معاه، هذيك يزيدك نور على نور، لا تلقى فيه وقت لا تشريه لا بالفلوس ولا تعربن عليه من عند العبيد. راهو يجي بسم الله من عند ربي سبحانه وتعالى، يقول لك وجهه ضوايا كالنور بسم الله ما شاء الله عليه. ايه يا سيدي، وعلى قد ما تذكر ربي في لسانك على قد ما يحسن لك في اخلاقك حتى خلقك زادة، على خاطر هذاك الكل باش ينعكس عليك ويخرج لأحلى ما فيك. ساعات يقول لك هات نصبر على روحي خير مني نقعد ونتشكى ونتبكى، وابخيتو الشكوى لغير الله مذلة، وعليش نقعد نهار كل نحن نبكي ونشكي؟ تي ما والله أعلم بحاله اللي قدامنا واللي نشكي له، حتى هو الله أعلم بقلبه وبهمومه وبشنو مخبي وبشنو مدرق. تي ما وكل ساعة وعلمها وكل بنادم وحاله، زعما الناس الكل ديما زاهية وكان نحن اللي ضاربنا الكسد، زعما الكسد هذا الكل جاي من لا شيء، أكيد عنده سبب. لكن راجعوا رواحنا ونعاودوا نشوفوا رواحنا ونخزروا شو عملنا وش ما عملناش وشنو اللي صار وشنو اللي ما صارش. هيت يا خويا افرز نهارك وشوفوا كيفاش عديتو وش ما عملت فيه وش ما عملتش فيه، لعل اللي ما عملتوش هذاك هو اللي ناقصك، هذاك هو اللي خليك تحس بالألم. ولو انه راهو حتى كي تعمل القليل اكيد باش يجيك منه كثير، على خاطر كل حاجة تعملها تتكتب عليك عشرة، ما يقولك كل باهي يتحسب عليك بأضعافه. هيا سيدي أعمل الباهي وش عليك في الأضعاف، هذيك تتحسب بتبيعتها مش أنتي باش تقعد تعس عليها. راهي محلها كي تجي الحاجة بتبيعتها من غير ما تلوج عليها. شقاولك سيد أحمد نعملوا استراحة موسيقية، نسمعوا موزيكا بنينة كالعادة، موزيكتنا الزمنية، وقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة، هانا توتسويت راجعي. حكايتها من لول، تسعة وثلاثين دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكل مستمعين حال الحياة تفامع 93، انتم تبعوا في برنامجكم حياة البيا اللي يجيكم اثنين الخميس من 9 ل10 متاع الليل. نذكر بالمثل متاعنا اليوم شيقول، صبري على روحي ولا صبر الناس عليا، نداوي جروحي بروحي ولا من يعلم بيا. هذا هو المثل متاعنا، وبدينا نحكيه من الأول على الإنسان كيفاش خواطر، كيفاش كل ساعة وعلمها، كيفاش ينجم أنها في لحظة تلقاه زاهي وشيخ وعامل جو، في لحظة أخرى نجم تلقاه حاله ما يعلم به كان ربي، على خاطر ما يحبش يحكي، تلقاه جابد روحه وساكت وكافي خير وشره، يقول لك نخليها في قلبي وما نقولهاش وما نخرجش كلمة العيب من فمي حتى لو كان اللي قدامي راهو ظالمني، ويحاول يعدي ويحاول يتغلب على روحه ويتغلب ويجازف حتى بروحه بنفسه، ويقول لك ما يسالش نحملها فيا وما نحملهاش في غيري. هذاك هو شعطاه مخه، هذاك هو شقاله باله، هذاك هو شوسس له شيطانه، خليه يقول وش عليا فيه، ميسالش. وحتى كان قال ما عنده ما يوصل معايا، حتى كان في مخه يحب يتعبني ولا يمرضني، انا باش ناخذ بهواه ونعتبره كي واحد قريب ليا ولا انسان عزيز عليا، يلزمني نعديله باش تقعد العيشه عشره متواصله باش ما نقطعوش السيله
وبش ما نقطعوش الأرحام. ساعات كلمة العيب تسمعها من أقرب الناس ليك، يقول لك مثالش بش ما تتفرقش الأخوة وما تتفرجش اللحمة نحملها في روحي وما نحملهاش في غيري، يقول لك نصبر على روحي صبري باهي من غير ما نشكي من غير ما نبكي، مش نهار طول وانا مدد يدي كيني يا كريم تاع الله. بالعكس يقول لك انا ظروفي ما يعلم بها كان ربي، لكن ما نشكي كان الخالق العالي هو اللي يرزق عباده كيف ما رزقني توزيد يرزقني، على خاطر اللي يخلق عمره ما يضيع، واللي يتجرح ويتهان يقول لك عادي تو الزمان يطول وما يعجبك في الظهر كان طوله، وجراحي تبرى ونعاود نقف على ثقايا، وطول صبري علمني النسيان تو ننسى، على خاطر قلبي نظيف قلبي رهيف قلبي رقيق ما يشدش البغض ما يشدش الحقد. نحنا ناس ما نعرفوش الحقد ما نعرفوش البغض ما نعرفوش نعاركو ما نعرفوش نرجعوا الكلمة الخايبة، تربينا كي نسمعوا كلمة خايبة نسكتوا حتى وكان على حساب حقنا، يقول لك هذاك مش معناها ان ما نعرفش نتكلم ولا ما نعرفش ندافع على روحي، اما ديما نخلي للصلح مكان، وما احلاه كي تخلي للصلح مكان، رانا كي نتغشوا يلزمنا نوزنوا رواحنا ونوزنوا كلمتنا، راهي الكلمة الخايبة تمشي لطف عليكم كالسكينة في القلب، راهي تجرح راهو مهما يطول الزمان تقعد ديما كالغصة في القرجومة وكالجرح في القلب، وفي الباهي وفي الخايب وفي أي وقت نجمو نتذكروها ونعيشوها كينها تقلت لنا توا، وما نجموش ننساو مش ما نجموش ننساو الخايب، أما نجموش ننساو الكلمة اللي تقالت لنا، ننساو شكون قالها لنا ساعات، لكن تقعد ديما الكلمة ذيكا تجرح فينا كل ما نذكروها تعمل فينا، نجم تحيرنا وتبعدنا حتى على أقرب الناس لينا، أما بهوتنا وخيرنا ندورو ونرجعو لما لينا، على خاطر هذيك صيلتنا وربي سبحانه وتعالى وصى بصلة الرحم. اليوم كان كل واحد باش يسمع كلمة اتقلقوا تجرحوا ويهز روحه ويمشي ويقطع سيلته حتى مع عائلته ولا من أقرب الناس ليه، كيفاش باش نوني ونعيشه، كيفاش زعما باش تكون عيشتنا، كيفاش باش نكبروا، على شكون باش نستندوا، لشكون باش نبكيو، لشكون باش نشكيو، لشكون باش نحكيو، وشكون باش يفرجها علينا ويتحملنا ويبنن علينا وكتفوا ويدوا على كتفنا تهون علينا، والزمان يطول والدهر ما تسمع كان بيه يرجع ويرجع لمولاه. الدهر طويل صحيح، ويقول لك ما يعجبك في الزمان كان طوله، على خاطر اليوم اللي قال لك كلمة خايبة ولا عمل لك حاجة خايبة أكيد بش يدور ويرجع ليه الزمان، حتى كان أنت ما حاسبتوش ولا ما رجعتش عليه ما تخافش، راهي الحاجة الخايبة دي ما ترجع لمولاها، هو يقول لك دعوة دور وترجع لصاحبها، فما بالك الظلم كيفاش زعما المظلوم كيفاش ينجم يعيش وينجم يحس، زعما نحنا قبل ما نجرحوا العباد وقبل ما نقولوا فيهم كلمة توجعهم زعما نقراو له حساب هذايا حساب وجاعة حساب القطيعة اللي تنجم تصير، ينجم إنسان عزيز عليك في لحظة غش تنجم تقوله كلمة تبعدوا عليك تفقدوا تهربوا من بين يديك، وفما عباد تمشي وترجع لك، وفما عباد إذا مشيت ما عاش تعاود ترجع، فما عباد تبدأ تستنى في غلطة منك تبدأ تستنى وقتاش باش تستفزك وباش تشوف ردة فعلك قال شنو باش نجربك، لكن أقل كلمة تقولها يبدأ يستنى فيها كفرصة باش يهرب عليك وما عاش يتلفت لك، وفما اللي يحمل من منك سنين ويعدي لك بهبالك ويقول لك مش مشكلة تيجي نهار ويرزن تيجي نهار ويعدل لسانه ويعدل معاه ميزانه واللي يعرف شي يقول ويرزن حتى في كلامه، هذا الكل مش بالساهل هذا الكل بصبرنا عليه وعلى خاطرنا نعديوله مش نكران فيه لكن محبة ليه، دونك محبتنا نجم تغير له حتى في طبيعته في سلوكه في طريقته اللي يتعامل معها بالعباد، على خاطر ما عنده وين باش يهرب راهو باش يتأثر بينا باش يتأثر بالبهوة اللي عنا واللي ما تتشريش بالفلوس وما تتقراش وما تتعلمش، هذه الأصل والجذور هما اللي يحكي وهما اللي يغلبوا، وتلقاه الإنسان الباهي هو ديما الرابح حتى لو كان مظلوم، يقول لك المظلوم يزمو كلمة الحق يقولها
مش ظالم يعمل ونحن مطبسين روسنا، لا، عمرها ما كانت مذلة ولا تطيح قيمة ولا تطيح قدر، لا بالعكس، اللي قال لك كلمة خايبة ما مش بالضرورة ترجع له عليه، بالعكس هذيك وين تظهر رزانتك وبهاوتك وتربيتك وأصلك، على خاطر بسلوكك هذية هو أصعب إجابة نجم تجاوبها ولا تنجم ترد على اللي أسائلك. أي مش ديما اللي نجاوبوا الإساءة بإساءة، لا مش باهي وما يخرش علينا ومش من تبايعنا، نحنا معروفين باللحمة ومعروفين باللمة وبالضحكة وبالفرحة، مش معروفين بالحزن وبالفريق وبإيجا نمملك وإيجا نفارقك على اللي أعز الناس ليك وحتى لحبيب المقرب ليك. لا يا سيدي، نحنا ناس نرجعوا بعضنا، ومحليه ان الانسان اللي غلط ويلقى شكون يرجعه شكون ينوره، ساعات هو غلط اما مش فايق بروحه غلط، ساعات يتصرف تصرف مش يعملوا بالعاني، لا بالعكس، يمكن تيش متاع صغر، يمكن ساعة وقتها هو مش في صحنه، يمكن الظروف ساعات زادت لزو، يمكن التخمام، يمكن مشكلة جاته على غرادة ولا حاجة ما كانش قارلها حسابها، زعزعت له ميزانه وفقدت له توازنه، دوك خليته يقول أي حاجة على لسانه أما مش بالحق ذاك اللي يحس فيه ولا يفكر فيه. ساعات إنسان تعرفه ديما باهي زاهي يعمل هكا ويقول لك كلمة خايبة توجعك، زعما تعديه له ولا تاخو في خاطرك منه وتقعد تعديه ساعات حتى لسنين. وعليش نخربوا بيوتنا بيدينا ونبعدوا لحبيبة علينا، وما ندريوش إذا يمشي ويجينا ولا إذا مشى وما عاش يرجعنا. هذاك علاش ديما يقول لك رزانة عندها بلاصتها وعندها قيمتها، ومحليه الراجل رزين ولا المرأة رزينة اللي تعرف وقتاش تتكلم وسيقها مش خفيفة، ما تلقاهاش نهار كله هي تدور وبلسانها يعمل في المشاكل وإلا يفتن ما بين الحبيب والحبيبة ولا ما بين الخو والخو، لا بالعكس، تلقاها حتى اللي يجي يشكي من بوه ترجع وتقوله مهما يكون إلا هذاك راهو الكبير فينا والعزيز علينا وما يخرش علينا، راهو هذا له متاعنا ولا متاع عمالينا، تلقاها تبدأ ترجع وتنصح وتعلمك رزانة والبهاوة وكيفاش تتحكم في روحك وخاصة تتحكم في لسانك وش يخرج وش ينطق على لسانك. مش كل شيء قال شنو احسبوا على الغش ولا احسبوا على الخايب ولا احسبوا على خاطر ذيك ظلم، ياما عباد ظلمت وياما شعوب تقهرت، ولكن كي قعدوا ساكتين ومتمسكين بجذورهم أصلهم اغلب على الأخرين، وهو هذاك اللي في الأخر اشربح. إيه يا سيدي، راك تقعد ديما رابح، اللي كلمته طيبة واللي قلبه نظيف يقعد ديما رابح، أما اللي قلبه بسم الله عليه أكحل راهو في الأخر ما بش يلقى كان روحه وحده وما بش يكثر عليه كان المرض والغم والهم، بسم الله عليكم، على خاطر قلبه مليان بالغل وما ينجمش يصفى، وصفاوة القلب تظهر في الصحة لكن هو ذيك أول حاجة يفقدها، على خاطر نعرف نحن الغش والتفتين يحب له مخ ويحب له أعصاب ويحب له برشة كمبيس، لكن اللي الخير ما بين يديه وكلمة طيبة ما بين سنيه هذاك اللي يعيش مرتاح وباله واسع ومخه رايض، دوك يبعد عليه كل بلاء ويقعد يسمع ديما في الدعوة الباهية وربي ديما محسنه ومضمنه. هذاك علاش تلقاه ساعات واحد ما يشكيش، بالعكس ديما يضحك ديما زاهي، ونهارت اللي تسمع بحكيته وتسمع بمشاكله تقول سبحان المخلق، الصبر منه تقولش عليه صبر أيوب، كيفاش ينجم يصبر على هذاك الكل، منين جاه الصبر هذايا، كيفاش قدر باش يتجاوز هذاك الكل من غير ما حسسنا، من غير ما نهار جشكينا ولا بكينا، لوك نحنا اللي من لا شيء نعملو منها حكاية ونهار كله نحنا نتشكاو، زعما أنا هو الدرس نجمو نخرجو منه بالحياة، اسكو نخرجو بالشكوى للكل الكل ونحنا نتشكاو ولا نخرجو بالصبر، على خاطر الصبر يقولك مفتاح الفرج، واللي يصبر راهو ينال، يصبر على روحه قبل غيره
واللي يصبر على روحه هذاك أكبر جهاد. إيه يا سيدي، هذاك هو جهاد النفس على الغش وعلى الكلمة الخايبة وعلى الفعل المشوم. بالعكس، يلقى روحه كل يوم يتعارك مع روحه ويحب ديما يخرجها في أحلى تصويرة، وديما يحب فعله يكون باهي ويشاهدوا به العباد وياخذوه مثال يقتدى به، حتى من الصغار تتأثر به ويقول يا نحب روحي كيف فلان وفلتانة. إيه يا سيدي، ومحليها كي يكونوا قدوة لصغيراتنا. راهو كي يقولوا صغيراتنا مش لازم من نفادنا، ينجموا يكونوا صغار الحومة، صغار العائلة، صغار أهلنا ومالينا اللي بيدهم هما يعتبرونا كوننا نحنا هما أوليائهم، على خاطر ساعات اللي يلقاوه فينا صبر واللي يلقاوه فينا نحكونا نسمعوا ونجاوبوهم وننهيوهم على الغلط طريقة مزيانة وحلوة، يوليوا يحبونا ويقدرونا ويسمعوا كلمتنا. ساعات حتى أمه ليهم تغير منا على خاطر مرقاو صدر الحنين كان معانا. إيه يا سيدي، لكن كيف ما قلت ونعاود، الحنين يعيش تعب، يعيش تعب خاطر يتحمل كل شيء، وعلى خاطر على حسابه يتعدى كل شيء، ويقول لك ميسالش هذا الكل ويهون. يخي عمري قداش فيه هو، أبخيتو الدنيا مش نعيشوها مرة مش مرتين، علاش نعديها نكد وانا نبدأ فيها حزين؟ ماني نعديها بالزهو بالطرب وانا فرحان وشايخ، ومحليني كي نتبسم ونلقى المتغشش قدامي كي نتبسم له ما يشدش روحه ويضحك معايا ويبادرني نفس السلوك. اي محليكي انت تغير في العباد، اي طبيعتك المزيانة تغير برشا حاجات، وراهو اللي يصبر يقعد ديما ينال. يمكن الكلمة تظهر صعيبة، لكن كان تعموها تطلقوها سهلة مهلة، على خاطر نحن عودنا رواحنا كون نكونوا ديما متغشين. دي ساعات تقوم الصباح تقول بتغشش خاطر قايم الصباح. ايه يا سيدي، مش نقوموا زاهين على ربي متوكلين باش رزقنا نلقاوه في طريقنا. ساعات من اللي تقوم وتحل عينيك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه بيت يتعارك درا مع شكون، يقوم متغشش مش في صحنه خلقه في وذنه واللي عندي ما عند حد. وساعات وهو يمشي في الطريق وواحد يخزر له يبدا يقول مسكين هالمغبون، يندراش صاير عليه باش يبدا هو هكا والغش هذا كله ظاهر عليه. وصدقوني هو من اكثر العباد اللي هما مرتاحين، اما هما ما همش فاهمين، فاهمين الدنيا بالغالط، مش في بالهم كي يتصرفوا هكاكا باش يلقاو الصديق والحنين، وباش يلقاو شكون يسمع وشكون يحاذي وشكون يصحبهم وشكون يفارقهم. لكن اللي يفارقوه أكثر من اللي يصحبوه، خلت تخطر تبيعها هذيك راهي ما تجيب حتى شيء، ما تجيب كان الفريق والمشاكل، بالعكس أضحك للدنيا تضحك لك. حاول كون زاهي، نعرف الدنيا صعيبة لكن مش نعيشوا فيها مرة، والدنيا كلها امتحانات، ويا سعد اللي يعرف كيفاش يعديها الامتحان. تسخيروه الامتحان هو ذاك اللي نعديه في المكتب على ورق؟ لا يا سيدي، أصعب امتحان هو امتحان الدنيا، كيفاش تنجم تخرج منها، كيفاش تنجم تسلك أمورك، شنو تنجم تتعلم وشنو تنجم تعلم لغيرك اللي هو ديما يمشي في الباهي وفي المصلحة وفي المنفعة. هذايا هو اليوم المثل متاعنا، كيفاش نجمو نفسروه، كيفاش نجمو نعيشوه، كيفاش بهو حتى من قديم الزمان نقولو به ونعطيوه قيمة وقدر حتى في حياتنا متاع اليوم. هكا ولا لا يا الأولاد؟ أكيد أكيد باش يكونوا موافقين، على خاطر نحن الكل نعيشوا في نفس المواقف متاع كل يوم، الدنيا هي نفس الدنيا أما غير نحن مختلفين، ويا سعد اللي يعرف كيفاش يقبل الغير من غير ما يحسوا باختلافه. إيه يا سيدي، هذه هي العبرة، نتقبل رواحنا كيف ما نحن ونحاولوا ديما نكونوا زاهين. الدنيا صعيبة ما تصعبهاش على روحك، سهلها تسهل وتتشوف كيفاش ربي يقدر لك الأقدار. يا سيدي محليها حصتنا ومحليها كلامنا الزمني اللي يقعد ديما في البال وراسخ في الأذهان. ما نقولكم ديما وذيك هي نصيحة، اقعدوا متفائلين راهي الدنيا مازالت بخير. كنت معاكم كوتي ميكرو سونيا جبالي كالعادة، أحمد يرافقني كوتي تكنيك وسهيل كوتي ديجيتال. اقعدوا تابعونا على 93 الكفت بقية البرامج على الحياة فام. ما بقالي كامش نقولكم تصبح على خير. سونيا جبالي، رمضانكم أحلى على الحياة فام.